فيمكن أن نقيم ما تحقق من أرباح وأداء تشغيل مجموعة كيو أم بي خلال النصف الأول من العام الجاري؟ بروان هو نمو متوقع، وإذا نظرنا إلى الربع الثاني يعني نجد أن المجموعة حققت نمو قوي بحوالي 23%، وهو يعني ما يعكس يعني الأداء والكفاءة التشغيلية للبنك بالتوازي مع حالة الاقتصاد المحلي. أيضا خلال يعني نمو الموجودات يعني بحوالي 6% ويتشمل القروض والسلف، يعني بما يؤكد ان يعني المجموعه قادره على مواجهه التحديات ولديها ومستمره في تنويع المحفظه التمويليه لديها. يعني كما نعلم ان مجموعه كيو ام بي يعني هي مجموعه عالميه ولديها اكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 1000 موقع و 28000 موظف، وكما تمتلك أكثر من 4400 صراف آلي. أيضا يعني موجودات المجموعة نمت بحوالي 6% بأكثر من 205 مليار دولار، مما يعكس القوة المالية لمجموعة كيو ام بي. وأيضا يعني إذا نظرنا يعني بشكل عام لنتائج الربع الثاني والنصف الأول، يعني تعكس بشكل عام حالة يعني الأداء الاقتصاد الكلي بشكل جيد خلال الفترة الماضية. تمام سيد.